Hello my dear viewers, miss you so much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد عاطف من قناة القاموس الإنجليزي. أنا بعتذر جدا بخصوص الفترة اللي فاتت اللي انقطعنا فيها من تنزيل الفيديوهات، ولكن ده بسبب اعذروني بسبب ضغط الشغل، وإن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله تكون ثرية بالفيديوهات. يا طلاب المرحلة الثانوية العامة، الناس اللي تايهة، الناس اللي محتارة، الناس اللي فقدت الأمل بسبب الركود الفترة اللي فاتت ديت، وبدأ عزوف من معظم الطلبة ان هو ما عادش فيه دروس. ان شاء الله الفترة القادمة بإذن الله تعالى هنخلي تركيزنا على المرحلة الثانوية، طلاب المرحلة الثانوية. طبعا في ظل اللغط الكتير والمشاكل والنظام الجديد، فطبعا في ستوب الحيوان اللي بيتكلم ساعة واحد مالكش دعوة، كمل يا باشا.